أعزائي المشاهدين، رجعنا مع بعض تاني مع صوت من أجمل الأصوات اللي ممكن تسمعوها. أمل، الأول كده عرفينا بنفسك. أنا أمل محمد حسن، اسم الشهرة أمل منسي، عندي 13 سنة وبغني في الأوبرا مع دكتور مصطفى ودكتور سهير والمايسترو أحمد عامر. أخدت الوسام الذهبي من المثقفون العرب في باريس. تمام. طيب بصي، انا بجد من كتر ما انا حابه صوتك مش عايزه اضيع الوقت في كلام، فانتي على طول كده تغني لنا ايه؟ حاجة قديمة. ماشي، يلا بينا. حس اني وحيدة، وحيدة وفي دنيا بعيدة، بعيدة محدش جنبي من كل حبايبي، ولا حد قلبي غير التنهيدة، يعني الله بجد على صوتك. انا فعلا حاسه اني مش عايزه اتكلم، عايزه اسمعك بس. يعني قولي لنا حاجه كمان، حاجة جديدة. حاجه جديده. غريب الحب من فهم بين اتنين بيتفارقوا، وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقه، وحد الحب كان وهمه، والفرصة التانية بنستناها وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات، حتى ولو مش قصدي. وإن كان في حاجة احنا خسرناها، هنعوض في الجيات، لسه في عمرنا حكايات، هنسيب فرحتنا لمين؟ الله. طيب أمل، قوليلي كده، انتي ايه حلمك في الحياة؟ نفسي أتشهر والشؤون المعنوية تاخد الغنوة اللي أنا عملتها للشهداء، انتي عاملة أغنية للشهداء. أو ألحان المطرب كريم صالح وكلمات الشاعر منصور عبد المقصود، عملتها للشهيد محمد الحوفي. بس هي يعتبر لما هي عملت 500,000 دلوقتي، بس اتشهرت على اساس انها للشهيد احمد المنسي،
لان هي نزلت قبل رمضان بيوم، فهي كل الحوار كانوا افتكروه يعني ربطوه بمسلسل الاختيار. والله هو يعني ربنا يرحم كل شهدائنا جميعا، وان شاء الله لازم يكون لنا لقاء تاني نسمع الاغنيه دي سوا. بشكرك جدا جدا يا امل على يعني بصراحه اطربتينا واسعدتينا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل مع